أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه رواه الترمذي وصححه الألباني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.